موت اخوك يا ابني، خد منه السكينه. ايوه راح فين يا واد؟ اخوك دخل على اخوك دب 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 دب. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه. تعالوا النهاردة نشوف الجريمة الغريبة جدا فعلا، ليهم حق يسموها جريمة هابيل وقابيل المقطم. من أيام سيدنا آدم الجريمة موجودة، قابيل قتل هابيل. وعشان كده لما يكون عندك واد في البيت طيب بيسميها واد أهبل، جاء من هابيل. ليه؟ لأنه هابيل قال لأخوه: لو أنت رفعت إيدك لتقتلني ما أنا مدد إليك يدي لأقتلك. كان طيب، عشان كده حتى في ولادنا لما يكون في واحد طيب نقول عليه ايه؟ الواد ده اهبل، ده هابيل في نفسه. فقابيل قتل هابيل من زمان، من اول خلق البشريه. جريمه المقطم في القاهره حصل كالاتي: ما الجريمه تمت في منطقه المقطم بالقاهره. اتنين اخوات، قابيل وهابيل، لكن الاخ اسمه منصور 23 سنة، والأخ التاني اسمه ياسر 21 سنة. اتنين شجج عايشين مع عمهم، هم اللي جايين بالبيت، اتنين شباب بيشتغلوا، وربنا يكون في عون أمهم، ربنا يكون في عون أمهم، ربنا يصبر أمه. الاتنين نايمين، منصور وياسر، والفرق بينهم سنتين، اتنين شباب زي الورد ما بيسيبوش بعض، بيخرجوا اللي بيشتغل فيه بيديه في حجر أمهم: خد يا ماي. والتاني يجي: خد يا ماي، يا اولاد خلوا معاكم فلوس، معانا حاجة الدخان يا ماي. تنزل الام تجيب لهم فراخ، تجيب لهم لحمه، تطبخ لهم، يجوا من الشغل يلقوا امهم ربنا يخليها لهم زي الفل، وفرحانه باولادها ان بيجي هم الاتنين بيحطوا في حجره شقاهم وتعبهم. ده اشتغل ب 200 جنيه: خد يا ماي ربنا رزقني ب 200 جنيه. ده اشتغل ب 300 جنيه: خد يا ماي ربنا رزقني ب 300 جنيه. تاخد الفلوس تجيب لهم الطلبات اللي هم عايزينها، كان ياكلوا فراخ، ياكلوا لحمه، ياكلوا خضار، اي حاجه، بحيث لما يجوا في الشغل. وكان دايما الام بتدعي لهم: وربنا يوفقكم يا عيالي. لكن الفكره ان الاخين دول طباعهم غير بعض، واحد يحب يشغل القران اليوم كله، والتاني يحب يشغل الاغاني اليوم كله. الواد الصغير يقوم من النوم يشغل الاغاني، ويريته يشغل الاغاني بصوت واطي عشان اخوه نايم، لا بيشغل الاغاني بصوت عالي. فامهم قاعده: يا واد يا منصور، يا واد اخوك نايم، وطي يا واد التسجيل شويه، يا واد وطي الصوت شويه، اخوك نايم، اخوك شجيان يا ولا، يا واد اخوك ما عارفش ينام في الصوت العالي. ما خلاص يا ماي، هو هينام للظهر، ما يقوم بقى يا ابني، ده اليوم الراحة بتاعه يا حبيبي، سيبه يا ابني، سيبه شجيان. حاضر. ويخلي الأغاني عالية. أخوه يقول له: يا ابني وطي الكاسيت، يا ابني وطي الصوت، يا ابني هقوم أكسر. أوه حاضر، يجي موطيه. بقى كل المشاكل في البيت بين الأخين بسبب إن واحد يقوم الصبح بيشغل أغاني وهاكس، التاني مش عارف ينام. واصعب حاجه لما يكون واحد نومه خفيف. خلوا بالكم، الناس الشجيانه التعبانه بتحط راسها على المخده، من قبل الخد ده ما يجي على المخده بيكون نايم. والله في ناس من الشجا والتعب يا جماعه، وبالذات العمال والصناعيه، بعد ما بيخلص الشغل من قبل ما بيحط راسهم على المخده بيناموا. وانا شفت صناعيه وعمال بيحطوا قالب طوب بيناموا عليه، والله قالب طوب. ولما اقول له: يا جدع هتعور نفسك، يقول: مجرد ما احط راسي ما بحسش بحاجه. فالاتنين دول شغالين على اكل عيشهم، شجيانين. فواحد بيحط دماغه بيروح في النوم، لما اجي اشغل جنبي كاسيت حرام عليا. ليه؟ لان بقلقه من النوم وهو تعبان شجيان عايز ينام. ما هو النوم ده يا جماعه هو اللي بيخلينا نقدر نقف تاني يوم ونشتغل. كان كل خلافات ياسر ومنصور الاخوات
رغم انه بيحبوا بعض جدا ولقمة العيش مع بعضيهم والشجا مع بعضيهم والتعب مع بعض، يعني اتنين اخوات والام كان الناس بيحسدوها على اولادها بيشتغلوا يحطوا فلوس في حجرة. لغايه ما حصل اول امبارح، اول امبارح الاتنين نايمين واحد جنب بدري شوي، امهم بتبقى جايه من الساعه 6 الصبح تجهز لهم الفطار، بتروح تجيب الطعميه والعيش عشان ولادها لما يجوم شجيان. راح الواد مشغل الكاس تعالي، امه جات له بقول لك ايه، هو احنا في النجار ده كل يوم؟ خفض وطي وطي الاغنيه شويه والموسيقى دي، محدش بيشغل يا ابني بنت الجيران، ومحدش بيشغل حمو بيكا، ومحدش بيشغل عمر كمال على الصبح يا ابني، هات لنا المنشاوي ولا هات لنا الطبلاوي، اخوك بيحبها وانا بحب الناس دي، على جل البركه في البيت يا ابني، لما اغور من البيت ابقى شغل القران يا امي. فالمهم الاغاني عاليه، طب وطي، مش هوطي يا امي، مش هوطي. فاخوه نايم، يا امي قولي لاخويا يوطي التليفون بتاع الكاسيت ده ولا المشغل ودي الاغاني دي. يا انت صحيت يا حبيبي؟ يا امي انا كل يوم في الهم ده. قولي لابنك يوطي شويه. يا ابني اخوك بيقول لك وطي الكاسيت، قول له مش هيوطي. قالت له اخوك يا ابني هعملها مش عايز يوطي. قال لها قولي له ان ما وطيش الكاسيت دلوقتي والله لاقوم اموته. قالت له اخوك بيقول لك لو ما وطيتش الكاسيت هيموتك. قال لها وريني الرجوله خليه يجي يموتني. لحظة الشيطان الواد متنفس تعبان تعبان وعايز ينام، جمع على السرير مش دريان بحاجه، لقى امه بتقشر له بتنجان الصبح عشان تجلي لهم بتنجان، خد من امه السكينه. ايوه 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 راح فين يا واد؟ اخوك 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 بتجري وراه، راح دخل على اخوه دب 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 دب. الام اللي تشوف ابنها وهو بيذبح اخوه الله يكون في عونها، ويا ريتهم مثلا بيتخانقوا على ميراث، يا ريتهم بيتخانقوا على زي قابيل وهابيل لما كانوا بيتخانقوا على واحده ست على اخته مين يتجوز مين، مش معنى انا حظ في الوحشه واخويا ياخد الحلوه. يا ريت حاجه نقول بيتخانقوا على 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 ورث الذهب، ولا على ام مثلا بتميز واحده عن التاني في اكل ولا في شرب ولا في شقه، ياخد الشقه اللي فوق وانت خد الشقه اللي تحت، انت تاخد العربيه اللامبورجيني والتاني ياخد العربيه الميتسوبيشي، بيتخانقوا على ايه؟ ده الجنازه حاره، الجنازه حاره والميت كلب عشان اغنيه. ما توطي الكاسيت يا اخي، ما تجيب بتاع سماعات في ودانك واسمع للصبح. طبعا الواد لما فاج، اخويا اخويا حبيبي سامحني سامحني. سامحك يا ابني؟ موت اخوك يا ابني. الام ثورجت طبعا وقاعده تصوت، الجيران دخلوا لقوا الواد حضن اخوه، حقك عليا يا اخويا سامحني يا اخويا سامحني يا اخويا، جاي من النوم متنرفز مدمن مش فايق من اللي عمله، جاي من النوم مش شايف قدام. جت الشرطه لقت الاخ حضن اخوه والام مسوره، اللي حصل؟ قال لهم اتخانقت مع اخويا عشان الاغاني، قمت من النوم مش شايف قدام ضربته. تم القبض عليه بالسكينه اللي كانت موجوده لسه في جنبيه مطرح ما ضرب اخوه، والام مش مصدقه في غيبوبه، مش مصدقه ان ابنها الكبير قتل الصغير. عشان ايه؟ عشان الاغاني. طبعا اعترافات تفصيليه ومثل الجريمه في انتظار المحاكمه، عشان كده في منطقه المقطم مسمينها قضيه قتل قابيل وهابيل. الاثنين اللي اخوات قتلوا بعض عشان ايه؟ اخوه بيشغل اغاني الصبح وبصوت عالي. شوفوا الاخوات وصلوا لغايه ايه؟ ربنا يستر. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.